لسه مكملين معاكم في حلقتنا الاستثنائية اللي بنحتفل بيها بذكرى ميلاد الفنانة دلوعة السينما شادية. وطبعا لسه بنقول يعني كلام كتير بخصوصها، سواء بالنسبة لمسيرتها سواء بالنسبة لأعمالها. صعب ان احنا نتكلم عن حاجات كتير، ولكن على قد ما نقدر هنعرف مع حضراتكم دلوقتي محطات في حكايتها، أسرار عنها، وأمور كتير جدا هنتكلم فيها في الاستوديو مع ضيفنا الناقد الفني الهامي سمير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يوم حضرتك سعيد، ويعني يمكن الأغنية اللي كانت شغالة دلوقتي ادخلوها سالمين، ادخلوها أمينين، تحس شادية كده بتحضن كل حد بتدعوه لأن هو يدخل مصر بصوتها ودفاه. صحيح. شادية برغم أن هي كانت يعني لم تنجب، وكانت فن يعني لها أخ وحيد اعتبرته أخوها، إلا أن حنانها كسيدة يعني وأم ظهر على الشاشة في أدوار كتير، ومع يسرى مثلا في الفيلم الشهير اللي اديتها فيه لمديحة يسرى تربيها لا تسألني من أنا، والعبارات اللي قالتها لها والدموع. صحيح. وسيدي الحباب يا ضنايا أنت. بتشوف شادية في أدوار الأمومة قبل ما نرجع فلاش باك بقى للدلع والأغاني الحلوة. هي بالمناسبة كان ليها أخت كمان يعني، وهي ايوه بالظبط يعني، ودي دي اللي حببتها في موضوع هي بدات فن اصلا. هي بدات قبلها ودي يعني هي خدت من عفاف وبدات بعد كده تدخل الوسط الفني. شاديه كأم هي تعتبر واحده من افضل من قدم ادوار الامهات، واثبتت ان فاقد الشيء يعطيه، انه كانها عوضت ويعطي بالظبط. يعني هي بعد كام تجربة، يعني في ناس مش عارفة ان شادية مثلا كانت حامل بالفعل، كان عندها اكتر من مرة بقت حامل فيها، وكانت في قمة سعادتها، لان هي وسط النجومية والشهرة هي حاسة دايما ان في حاجة ناقصاها. فين شادية او فين فاطمة اسمها الحقيقي ووسط العالم ده كله؟ انا فرحانة بالنجومية وفرحانة بالشهرة وبالنجاحات، لكن لما برجع البيت والباب بيبقى مقفول عليا لوحدي، ولما الزمن بيمر حتى في النهايات كانت دايما تقول كلمة أنا صورة الست العجوزة مش بتفرق خيالي، لما أبقى كبيرة هسند على مين؟ ما هي متجوزة واتجوزت فنانين، ففي الحالة الفنية كل واحد ليه طريقه خلاص، يعني كل واحد عنده شغله وكل واحد مشغول. فلما بنرجع البيت هي عايزة تعوض الحالة دي، فبقت تعوض فكرة الأمومة في حاجتين: العرايس الكتير اللي كانت مالية الشقة، وكانت حتى الناس تستغرب وتقول لها أنت ازاي شادي عندك كل العرايس دي، ما خلاص بقى انت كبرتي على الحاجة. فتقول لهم لا ما كبرتش، دول ولادي. وتعوض ده في ولاد اخواتها، وتعوض ده في الافلام. يعني لا تسألني من انا، كلهم كانوا بيقولوا احنا بنحس انها امنا بجد، لدرجة ان اي حد عنده مشكلة يروح يقول لها انا عندي امتحان بكرة وخايفة اروح اقول ان انا هتأخر، فتقول لهم انت ملكوش دعوة، انا بكرة هصور الساعة 3، مفيش تصوير قبل الساعة 3، انت عندك مساندة مشكلة بتساعد جدا من غير ما تبين ان في حد هو اللي محتاج المساعدة دي، وتشوف مين عنده مشكلة وتحلها له ايا كان نوع المشكلة. يعني ودودة جدا ولطيفة جدا، مش من نوع النجمات اللي يدخل لوكيشن بقى انا ماليش دعوة بالعمال وماليش دعوة بالفنيين وماليش دعوة، لا تعالى انت شكلك النهاردة متغير عن امبارح، فتلاقي العامل بيقول لها حضرتك اصلا واخده بالك مني ان انا امبارح النهارده يعني عادي كان بيظهر ده على الشاشه فعلا. طبعا طبعا، لانها كانت بتصدق جدا، وكانت بتتعامل مع الأدوار مش مجرد فنانة محترفة. ويمكن ده سبب من أسباب نجاح وتفوق شادية على كل بنات جيلها وربما الأجيال اللي جت بعدها، إن لما نقول مثلا إن هي كانت مخلصة أو إنها كانت بتتعامل بروح الهواء، كلام يبدو منطقي ويبدو نمطي، لكن اللي يبدو إن هو مش منطقي ومش نمطي إن شادية عرفت تقرأ المشهد كويس جدا. شادية لما طلعت فهمت ان التجارب الاولانيه في المسرح المصري، اول ما المسرح دخل مصر مفيش بنات مصريات بتمثل، ان عيب اصلا الرجاله تمثل. يعني الراجل كان اول ما دخل مسرح مصر كانوا بيسموه لعيب، الممثل بيقول عليه لعيب. يستحيل حد يقول انا ساكن في شارع في لعيب شارع، ولو عرفت ان حد من البيت او العماره اللي ساكن فيها بقى لعيب لازم تسيب البيت فورا، ما ينفعش تفضل قاعد معاه، فما بالك بان البنات بقى تمثل. وفضلوا فتره كبيره ما بيتاخدش ثقافه في الوقت ده بالظبط، وقت كان اسمه المشخصاتي، ده بعد اللعيب بقى يعني الاول اللعيب بعد كده المشخصاتي، وشهادته ما بيتاخدش بقى في المحاكم. يعني بص هم بيتعاملوا معاهم ازاي. فالبنات في الاول الاجنبيات واللي جايين من الشام، فالبنات المصريات اللي دخلت تمثل اللي هم عايزين يمثلوا، احنا خدنا اللي عايزين يمثلوا
مش مهم يكون هما موهوبين ولا لا. في مرحله لاحقه بقى الاساس الاول انها تكون جميله. الله البنت دي جميله هتوها مثلا، مش مهم الموهبه. فشادية ادركت ان هي مع التجارب الاولانيه فكره البنت الرقيقه الجميله الدلوعه اللي بتغني اغاني خفيفه، انا لو فضلت كده هيحصل معايا نفس اللي حصل مع اللي سبقوني، لان اللي سبقوها او اللي جم قبلها برضو انت عملتي دور بنت جميله، تفضلي تعملي بنت جميله لحد ما وتبقي كبيره في السن برضو بنت جميله تحصرها في قالب. عملت دور شر في البدايه واثبتت ان انت تعمل شر حلو، خلاص تفضل تعمل شرير. طب استاذ الهامي خلينا نرجع كده يعني يمكن لسنه 48 مع بدايات شاديه واختيار وتغيير اسمها من فاطمه لشاديه الى شاديه. هل ده كان ليه علاقه بصوتها والشدو اللي هي بتأديه بصوتها ولا لا؟ بصي هي جت بالصدفه. اولا هي اختارت نفسها اسم هدى. يعني اول تجربتين اشتغلتهم هي ازهار واشواك والمتشرده، اختارت نفسها اسم هدى وليها صوره منشوره في الكواكب باسم هدى، الوجه الجديد هدى. فلما جت تعمل عقل في اجازه مع محمد فوزي، فمحمد فوزي في الوقت ده بيلحن فيلم في استوديو جنبهم اسمه شاديه الوادي يوسف وهبي. ففوزي بيتكلم عن الاكتشاف الجديد، فوزي في الفيلم ده هينتج لأول مرة، وحلم رفلة المكيري شهير هيخرج لأول مرة، والبطلة بطلة لأول مرة، فاحنا عندنا مغامرة ثلاثية. ففوزي بيتكلم مع يوسف وهبي وعبد الوارث عصر ان انا بصوا بقى انا جايب لكم بنت، فقالوا له اسمها ايه؟ قال لهم اسمها عفاف فاطمة واختها اسمها عفاف شاكر، وهي عايزة تسمي نفسها هدى. فيوسف وهبي قال له طب ما تسميها شادية على اسم الفيلم اللي احنا بنعمله. فقال والله اسم حلو. الاسم طبعا على ذكر يوسف وهبي كل تحيه ليه، يعني هو طبعاً اللي اعاد او يعني هو اللي غير فكره ان هما المشخصاتيه في التوقيت ده زي ما كانوا بيسموهم لا يؤخذ بشهادتهم في المحل. طبعا طبعا الله يرحمه. لا طبعا كان ليه دور كبير، وكان مدرسه والمسرح بتاعه خرج اساتذه كبار وعظام. ففي الفتره دي خيروها يعني تكملي هدى ولا تكملي شاديه، فقالت لهم لا خلاص هكمل شاديه. كملت شادية وقدمت أغاني متنوعة ومختلفة، من عاطفية لمونولوج ما بينها وما بين مطرب تاني. مثلا مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا، وبعدين الحتة يجي أبويا يعوز فنجان قهوة أعمل له شاي ودي لأمي، وخيالك يجي على سهوة مفرقش خالي من عمي. صحيح. أغنية دمها خفيف لطيفة. هي حكت عن انها وهي طفله شافت ليلى مراد في فيلم، وليلى مراد كانت بتضحك وفجاه بكت، فكانت لا بتبكي وفجاه ضحكت، فالدموع نازله وهي روحت البيت تقلد المشهد ده. وشاديه في كل اغانيها او كل افلامها ما عملتش مشهد شبه كده لحد ما صلاح ذوالفقار يعني قال لها خلاص انا اعمل لك فيلم تعملي فيه المشهد ده. بس اقصد ان هي كانت بتلعب ايضا بالنعومه دي من غير ما تعيط وتضحك. يعني مثلا الاغنيه ديت هي كانت لطيفه فيها وظريفه، لما الاغنيه مع رشدي اباظه وحياه عينيك وفداء عينيا وهوب راحت مدياله قلم متين كده، هي بتروح من حاله لحاله بمنتهى النعومه. ايه اللي في شاديه يخليها سلسه كده في الاداء؟ ان هي تعاملت مع كل الكاركترات على انها بتبدا من اول وجديد. بمعنى ده برضو جزء من اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان هي عرفت تقرا المشهد كويس. يعني هي بعد ما عملت العقل في اجازه وبداوا كلهم يتكلموا في ان انت بقى خلاص تعملي ادوار الدلوعه والبنت الجميله الرقيقه، وهو ده المكان اللي انت تلعبي فيه وانت مرتاحه. فهي بدات تتمرد على ده، بقت تعمل ادوار لما تبصي على بنات جيلها لا ما حدش عارف يعمل الحاجات دي. يعني هل شاديه اللي لسه عامله مرات شكري سرحان في ستات ما يعرفوش يكذبوا تعمل ام في المراه المجهوله بعدها بثلاث اربع سنين؟ محدش يصدق. مثلا كانت بتبقى مغامره منها مثلا في الاختيار. مش مغامره، لكن هي اولا هي عارفه امكانياتها كويس. اللي مش عارف امكانياته هو اللي يغامر ويقول انا هجرب لون جديد. وفي الوقت ده بالمناسبه احنا قلنا ان مفيش مغامره لا من الفنان ولا من المنتجين والمخرجين. واذا الفنان نفسه حب يغامر المنتجين والمخرجين لا. لان الاختيار محدود. لان الاختيار محدود، لان احنا عايزينك كده والجمهور قبلك على كده، وهي خلطه احنا ضامنين بيها النجاح فخلينا ننجح بيها عشان نجيب فلوس. لكن هي اولا هي عارفه امكانياتها كويس، فعارفه انها لما تجرب ده. يعني لما جت تعمل المراه المجهوله كلهم بيقولوا ازاي؟ ما لا طبعا اوعي تعمليه، لان غير ان انت الجمهور مش هيقبلك ان انت عامله ام لواحد انت كنت لسه متجوزاه، انت ممكن تتحسري في الدور ده وما تطلعيش منه.
فتبقي بنوته جميله ولسه شابه كده بتعمل دور. استاذ الهاني، هي فتره الخمسينات والستينات كانت فتره غزيره في الانتاج السينمائي المصري طبعاً. والفنان بيشتغل اكتر من عمل. شاديه ازاي كانت بتقدر تفصل ما بين العمل اللي هي بتشتغله مع اسماعيل ياسين مثلا وعن عمل بتشتغله مع محمد فوزي، او ولو صادف ان هي مثلا مع عماد حمدي، يعني ازاي كانت بتقدر تفصل ما بين الدور ده والدور ده وهي ممكن تكون لسه مخلصه في اللوكيشن ده ورايحه للوكيشن التاني؟ هي اولا يعني بعيد عن الشخص اللي احنا بنشوفها على الشاشه، البنت الجميله الدلوعه دي، هي كانت في الواقع جد جدا ومنظمه جدا، وده اهم شيء في الفنان. ما يسمحش لفكره ان ارتباطه باكتر من عمل، وبالمناسبه ده ما كانش موجود دايما عندها. يعني حتى في المراه المجهوله بتقول انا تفرغت ليه تماما ورفضت عروض كتير عشان اعرف اعمل بس الدور ده. فهي بهذا التنظيم اذا شايفه ان العمل ده لا يحتمل اعمال تانية جنبه، خلاص انا مش هعمل حاجه تانية جنبه. اذا المساحه والامكانيات تسمح ان انا اعمل عمل واثنين وثلاثه، فانا عارفه لاني اولا موهوبه، ثانيا لاني انسانه منظمه، ثالثا لان المخرجين اللي شغالين معايا عارفين كويس ان انا مش هقبل فكره ان ندخل ده في ده. فخلاص عارفه تقدر الامور بالظبط، انا عارفه هوفق ازاي ما بين الثلاث اعمال او الاربع اعمال او الخمسه، ما عندهاش مشاكل طالما الموضوع متنظم ومترتب من اوله. تمام، ما عنديش مشكله. هي حتى فتره من الفترات، يعني فتره الحمل، كانت بتعتذر عن اي ادوار. يعني مثلا كانت هتعمل هي القاهره 30، لكن في الوقت ده اكتشفت انها حامل، فقالت لا خلاص انا مش. بيقولوا في عبوديه الجماهير كانت حامل، وفي عبوديه الجماهير كانت حامل، وعشان كده ايوه الفيلم اتاخر في التصوير بتاعه. فهي اذا مش بتجري ورا فكره النجوميه، لا هي عارفه ان هي انا ممكن اعمل في تاريخي كله 10 20 عمل، بس انا عارفه ان هم هيعيشوا لان هي عملتهم بمصداقيه ولان هي حبتهم. ما بتتعاملش مع الموضوع من بره، يعني شاديه اللي تدخل لوكيشن ما بتتعاملش بقى فكره انا بعمل دور ام وانا مش ام، بالعكس ده انا طالعه محبطه من تجارب، لكن خلاص انا دخلت هعمل دور ام، يبقى انا هعمل دور ام. يعني ربما كمان انها تكون محرومه من ده، حاولت ان هو تعوضه وتكون بالزبط. فعلا دور الام بالظبط، فتقنعك رغم انها يعني مش ام. يعني انا بصراحه بالنسبه لي كانت هي مقنعه في كل الادوار اللي قدمتها. يعني شادي على التنوعات اللي عملتها، لما تعمل اللص والكلاب، لما تعمل مرات مدير عام، مرحله مهمه زوجة 13. العمل في ادوار عن روايات للاديب العالمي نجيب محفوظ طبعا. يعني لو حضرتك كلمتنا عن المرحله دي واختياراتها كمان للروايات، لانهم كانوا حتى احيانا يقروا الروايه، ومثلا شيء من الخوف للكاتب الكبير ثروت أباظة، لما هي قريتها ولما صلاح ذو الفقار قراها، قعدوا يتناقشوا مع بعض ان لا صلاح ذو الفقار ملوش دور، برغم انهم كانوا متجوزين في الوقت هو انتج ده. الفيلم انتج عشان خاطرها، عشان خاطرها يعني، وما غنتش فيه. صحيح. يعني طب الاختيارات دي حضرتك بتقراها ازاي في شاديه وفي صلاح ذو الفقار كمان كزوج ليها ومنتج؟ اولا هو كزوج ومنتج واعي جدا، لانه ما فرضش نفسه، ولانه لما حتى الكواليس بتاع فكره انتاج الفيلم ان هو عامله عشان يصالحها، لان كان في مشاكل وانها كانت حامل واجهضت ما اختارش عمل مثلا خفيف وقال لها طيب انا يعني جايب لك ده هديه، لا بالعكس ده بيقدم لها فيلم من اهم الافلام الموجوده في تاريخ السينما المصريه، واللي لما اتعرض وقتها عمل ضجه كبيرا والرقابه وحصل مشاكل وكلام كتير عليه جدا. هي كمان وهي بتعمله بتقول له يا صلاح ما تمثل، يعني هو انت ممثل كويس وتقيل والمنتج يعني اللي انت عايز افلها ماليش دور. فده معناه ان هو كمنتج واعي جدا لفكره ان انا عايز اعمل عمل محترم ويعيش رغم انه